السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر. كذلك من الأمور التي الناس يسولوا عليها عادة في شهر رمضان، وهي أن الإنسان يستعمل العطر، يشم العطور، أو أنه يدير البخور، الدخان ديال البخور وشم العطور إذا وصل إلى الجوف هل يفطر؟ الجواب عند الفقهاء أنه لا يفطر. ولو أن الإنسان عليه في رمضان أنه يحرص على أن يبتعد عن التوسع في الطيب والعطور والبخور، هو من المكروهات، لكنه لا يفطر. فإنسان إذا شم شي حاجة صيامه صحيح لكنه مكروه، نحاول أن في رمضان نبتعد عن ذلك. وطبعا الفم والأنف راه يشم أطعمة وأشربة وأشياء من المذاقات المتعددة إنسان لا يتعمدها، لكن العطر والبخور إنسان يكون داروا بقصد فعليه أن يتجنبه، وإذا وقع لا شيء عليه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر.